تخيل معايا كده لما شركة عربية تكون متخصصة في صناعة العطور العربية العتيقة تيجي وتصنع عطر يحاكي العطور الغربية العصرية بطابع مليء بالثقة والجاذبية، أكيد هتصنع عطر مميز وأنيق، مكوناته كلها طبيعية ونقية جدا. النتيجة عطر بلون أزرق في منتهى الشياكة بنكهة حمضية خشبية أكثر من رائعة. معانا النهاردة عطر أون بلوم للعربية للعود، تعالوا بينا نشوف إيه حكاية العطر ده من الألف إلى الياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيديو جديد مع محمود النجدي، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. حقيقة أنا مبسوط جدا إن الفترة دي معاكم أول بأول وبنزل فيديوهات على طول، فأتمنى إن كنتوا تدعوا لي وأفضل كده، وحتى الفترة اللي أنا بعملش فيها فيديوهات أتمنى إن كنتوا تنشروا الفيديوهات بتاعتي على قد ما تقدروا عشان المحتوى بتاعنا يوصل لأكبر قدر ممكن للمتابعين وحب العطور. تعالوا بينا نخش على طول في الموضوع ونشوف العلبة الداخلية بتاعت عطر أونلي بلو من العربية للعود. طبعا العلبة شكلها بسيطة جدا من الكرتون، مكتوب عليها أونلي بلو وهنا مكتوب أودو بارفيوم عربية للعود، ومن وراء كده بعض البيانات. هي العلبة بسيطة جدا، والعلبة دي انتاج مارس 2022، فالعلبة حديثة، وانا كنت بستخدم العطر ده قبل كده زمان، واعتقد ان الكفاءة بتاعت العطر زمان قريبة من دلوقتي، يعني ما اعتقدش انها اختلفت كتير. هنا بقى الشكل الداخلي بتاع الزجاجة بتاعت العطر شكلها بسيط كده، سيمبل وجميلة وشكلها شيك، وانا ما اعرفش هي باينة كده في الاضاءة، هي من جوه لو بصيت كده لو يعني ضربنا عليها الضوء هنلاقي فيه لون من جوه لونه ازرق، انا ما اعرفش لون السوليوشن من جوه هو لونه ازرق ولا الازازة دي هي لونها ازرق، ولكن هي شكلها بسيط وجميلة. مكتوب عليها هنا اونلي بلوم تحت العربية للعود، وتحت هنا بعض البيانات، والعبوة دي حجمها 100 ملي، وهنا مكتوب اللوجو او مرسوم على الغطاء من فوق اللوجو بتاع العربية للعود، والغطاء هنا بيمسك عبوة العطر كويس جدا. تعالوا بينا نرش العطر ونشوف ايه اول انطباع بناخده اول ما بنرش العطر. تعالوا كده نشوف مع بعض. طبعا واضح قد ايه البخاخ فعلا جميل ومميز، ولكن مش الحاجه اللي هي الواو زي بعض العطور اللي انا اتكلمت عنها بعض الفيديوهات كده، في عبوات بيبقى البخاخ بيطلع الرذاذ كده بالراحه بانتشار كده شكله شيك. الله، ريحه جميله، ريحه طبعا جميله كده حمضيه منعشه. بصوا يا جماعه الريحه دي اول ما بترشها بتفكرني بعطر برضه بلودو شانيل الاودو تويليت. انا بقى اعتقد ان في بعض العطور الكتير اللي انا اتكلمت عنها في القناه اول ما بترشها بتحس بريحه او بتشم ريحه بلودو شانيل، هو طبعا الريحه مش زيها بالظبط، ولكن انا بسمي دي ظاهره بلودي شانيل، او يعني ممكن نقول سندروم بلودي شانيل او بلودي شانيل فينومينا، يعني اعتقد ان ده اقرب مسمى ليها، لان الريحه بتفكرك بريحه بلودي شانيل ولكن هي اكيد مش زيها بالظبط، ولكن نفس الدي ان ايه. يعني هنا انا معايا علبه البلودي شانيل بارفيوم، دي من اكتر النسخ اللي انا بحبها من اللاين بتاع بلودي شانيل، ده اكتر لاين فعلا بحبه، وان شاء الله هعمل حلقه مخصوصه عن العطر ده، لان العطر ده ما ينفعش حد ما يتكلمش عنه من محب العطور، لانه هو فعلا يعني ايقونه من ايقونات العطور اللي اتعملت في عالم العطور، يعني معظم شركات العطور بتحاول تقلده، مش بس الريحه، ممكن حتى الهاله العطريه اللي انت بتحسها اول ما بترش العطر ده. يعني احنا لو جينا هنا رشينا العطر ده هنشم كده ايه، الله، ريحه الجمال والفخامه والرقي هي دي. شوف، هو طبعا الريحه هنا افخم بكتير وارقى بكتير، وطبعا ده يعتبر برضو يعني اللايم مختلف شويه عن البلودي شانيل اللي هو الاودو تويليت والاودو بارفيوم، هنا الريحه اتقل شويه، افخم شويه، ارقى شويه، ولكن انا لما شميته هنا ممكن اكون افتكرت الريحه بتاعه العطر بتاعنا النهارده اونلي بلو، فعشان كده بقول ان احنا يعني بنحاول نقارن، لان العطر ده تم اصداره سنه 2010 ومن بعديها حقق نجاحات ساحقه، فعشان كده كتير جدا من شركات العطور حاولوا يعملوا عطور زيه، فعشان كده احنا اول ما شم ريحه بتشبه هذه الريحه على طول بنروح راجعين للعطر الاصلي اللي هو بلودي شانيل. وزي ايه، انا قبل كده اتكلمت عن عطر اسمه بلو تشويس من شركه اسمها استيريا، العطر ده برده يعني واضح قد ايه كده، هنا برده شكل العلبه هما بيحاولوا يخليها لونها ازرق، برده انت لما بترش العطر ده يعني برده بتحس ايه، هي نفس الريحه تقريبا، بس ده تحس ان هو انقى واجمل وتحس ان مكوناته طبيعيه اكتر، انما انا العطر ده يعتبر الى حد ما صناعي، ولكن برده بيديك نفس الدي ان ايه بتاع بلودي شانيل. برضه شوف انا بقول الدي ان ايه عشان خاطر ما تفتكرش ان هو نفس الريحه بالظبط، لكن هو انت لما تحطه ممكن حد يشك ان هو بلودي شانيل، ولكن مش العبره انك انت تكون حاطط بلودي شانيل، العبره انك انت تكون حاطط عطر ريحته جميله مستساغه الناس تكون بتحبه. هو يعني الخلاصه ان العطور دي عطور بلو ينفع تستخدم في جميع فصول السنه، وفعلا عطور جميله جدا. وقبل كده احنا كنا اتكلمنا عن عطر هنري 1491، وقلنا برضه ان العطر ده يشبه عطر بلودي شانيل، ولكن ده اللي يقصده برضه ان كل واحد من العطور دي بياخد نفس الدي ان ايه بتاع العطر الاصلي اللي هو بلودي شانيل، ولكن ده اتعمل كعطر لوحده وريحته جميله جدا ومستساغه، وده عطر لوحده وريحه جميله جدا ومستساغه، فعشان كده احنا بس بنقول من باب ان احنا بنحاول نشرح للناس انك انت العطور دي لما بتشم بتحس انك انت شميت العطر ده قبل كده، ولكن ده عطر جميل لوحده ومنفرد لوحده، وده عطر جميل منفرد لوحده، ولكن بياخدوا نفس الدي ان بتاع عطر بلودي شانيل. نيجي بقى هنا للنوتات المذكوره بتاعه العطر بتاعنا النهارده اونلي بلو على نفس الموقع بتاع العربيه للعود، هم كاتبين هنا مقدمه العطر فيها حاجه اسمها اناناس الديلايت. الديلايت هم كاتبين انها نكهه فاكهيه خشبيه منعشه، فطبعا
دي يعتبر ايه تعبير مجازي على انتعاش بتاع العطر، ولكن انا بصراحه مش شامم فيه ريحه الاناناس خالص. هنا بقى قلب العطر هو اساس الريحه اللي انت بتشمها او بفكرك بريحه بلو شانيل. في هنا الباتشولي وخشب الصندل، طبعا خشب الصندل هي النوت الرئيسيه في جميع اللاين بتاع ايه عطر بلو شانيل، هي نفس اللي موجوده في بلو شانيل اودو تويليت والاودو بارفيوم والبارفيوم، ولكن في البارفيوم هم تقلوها شويه فعشان كده العطر ارقى وافخم، فعشان كده انت بتحس لما بترش العطر ده هو بيفكرك بعطر بلو شانيل. هنا قاعده العطر فيها زيت الفيتيفر او نجيل الهند، ودي يعتبر النوته اللي بتحسسك كده بريحه اوراق الشجر على تربه كده نزل عليها مطر، بتحس كده ريحه انتعاش جميله فعلا في هذا العطر. عطر مكوناته نقيه وهتحسها طول ما نزمات العطر بتيجي عليك، وزي ما قلنا ان استخدامات العطر ده يعتبر استخدامات متعدده، فهو عطر بلو ينفع يستخدم في جميع اوقات السنه. طبعا هيستخدمه في الصيف وفي الخروجات وفي الفسحات وممكن في الاستخدام اليومي لو انت بتروح الشغل او اي مكان، وبرده هيتالق جدا في الشتاء وهيكون ريحته جميله جدا، واعتقد بيدي ريحه مميزه وفواحه. يعني العطر ده تجربتي الشخصيه دي كانت جميله جدا، فوحان العطر ده كان بيقعد معايا من ساعه ونص لساعتين، وثباته ممكن يوصل معايا لخمس ساعات ولكن مش اكتر من كده. ده من ضمن عيوب العطر ده ان يعتبر اداؤه يعني مش هنقول متوسط، تحت المتوسط بحاجه بسيطه، وزي ما قلنا ان العطر ده بديل لا يستهان به ابدا لعطر بلو شانيل، وخصوصا نسخه الاوديو تويليت. حجم العطر ده 100 مللي وسعره تقريبا 75 دولار، ولكن في الايام العاديه العربيه العود كتير بتعمل خصومات 50%، فبيوصل سعره تقريبا يعني 45 49 دولار، ولكن النهارده في اليوم الوطني للمملكه العربيه السعوديه سعر العطر ده 25 دولار، فاعتقد ان ده يعتبر انسب وقت لشراء هذا العطر. فتخيل انت هو سعره 75 دولار، بتشتري ب 25 دولار، فاعتقد انك انت لو انت فعلا حابب انك انت تجيب عطر يعتبر شبيه جدا او عطر يعتبر جميل من العطور الشرقيه المنعشه الجميله اللي تستخدم طول ايام السنه، فده انسب وقت تشتري في هذا العطر. انا كده يعتبر قلت كل حاجه عن العطر، يعتبر برائحه غربيه جميله جدا بايدي شرقيه. اتمنى تكون الحلقه دي عجبتكم واستمتعتوا بيها، فما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.